التقرير اللي معانا دلوقتي هو مع الفنان محمد رياض، وهو درس بقسم الكيمياء بكلية العلوم، وبعدها التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية. بدأ مشواره مع التمثيل طبعا في بداية التسعينيات، حيث شارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية بمشاركة كبار الفنانين والنجوم. من الأعمال اللي قدمها كان ليالي الحلمية وأبناء ولكن، وقدم أرابيسك، وكمان لن أعيش في جلباب أبي. أما في شهر رمضان اللي فات فشارك في مسلسل كفر دلهاب، وكمان شارك في رحيم واللي تم تقديمه في 2018. كان لنا لقاء بالفنان محمد رياض، وكلمنا عن أهم الأدوار اللي قدمها للدراما التلفزيونية في السنوات الأخيرة، وكمان عن الأدوار اللي بيتمنى يقدمها في الفترة القادمة. كاميرا فلاش ومحمد رياض، ورجعوا لنا مرة كمان. طبعا الخبرة زي ما حضرتك قلت بتأثر طبعا معانا. ثانيا نوعية الأدوار، عملت نوعية أدوار المشاهد ما شافنيش فيها. كانت نوعية أدوار كانت محتاجة شوية دراسة أكتر للشخصيات، خبرة زي ما حضرتك بتقول. فالناس شافتني بشكل جديد مع تغيير الأدوار اللي أنا عملتها. يمكن عملت أدوار مختلفة تماما عن اللي كنت بقدمه الفترات ما قبل. فالناس شافتني بشكل مختلف، عشان كده يمكن الفترة اللي فاتت الحمد لله، يعني كانت الفترة اللي فاتت كانت مهمة جدا بالنسبة لي. الحمد لله أخيرا أنا أخذت في أكتر من مهرجان جائزة أحسن ممثل السنة اللي فاتت في دور حلم العجاتي في مسلسل رحيم. الحمد لله. أنا بصراحة اليومين دول بدور على الاستمتاع، يعني اكتر من اي حاجه تانية. يعني بدور على الاستمتاع، بحب الادوار اللي انا احبها قوي وابدا اشتغل عليها كويس، وتحصل لي انا شخصيا حاله استمتاع وانا بعملها. ده حصل لي يمكن الحمد لله في كل الاعمال المؤخره اللي عملتها، رحيم، كفر دلهاب، لعبه ابليس، الحلميه الجزء الخامس. انا كنت عامل دور بحبه جدا في الحلميه الجزء السادس قصدي. هي لحظة الاستمتاع الحمد لله. بقى التمثيل بالنسبة لي استمتاع أكتر منه أني بعمل دور حلو. طبعا حالة الاستمتاع دي ما بتقدرش برضو يعني تجدها بسهولة، أو ممكن تعمل أدوار حلوة وانت بتحبها، بس لحظة الاستمتاع ده وانت بتشتغل مستمتع أساسا دي بتبقى قليلة شوية. أنا كان حظي كويس، يمكن الفترة الأخرانية كلها كانت الأدوار كانت برضو مساعداني جدا أن أنا أظهر بشكل جديد بطريقة يمكن التمثيل مختلفة شوية، بقى فيها الخبرة السنين اللي فاتت كلها زي ما قلت برضو أنت. يا رب كل الأدوار اللي جاية تبقى فيها حالة الاستمتاع دي، بس أنا ده اللي بدور عليه بصراحة الفترة دي. لسه مكملين كلامنا مع الفنان محمد رياض، واللي مش بس تألق وكمان نجح في تقديم الأدوار الاجتماعية، كمان قدم الأدوار الدينية والتاريخية بجدارة، وده كان من خلال مشاركته في عدد من الأعمال، كان منها مسلسل هارون الرشيد والإمام ابن حزم والإمام الترمذي، بالإضافة إلى عصر الأئمة والإمام الغزالي. تعالوا نكمل لقائنا بالفنان محمد رياض، واللي هيكلمنا عن دوره في مسلسله الجديد قيد عائلي، وكمان هيكلمنا عن مشروع سينمائي جديد هيكون مفاجأة لكل جمهوره. تعالوا نشوف التقرير وارجع لنا مرة كمان. أنا فعلا بصور دلوقتي مسلسل قيد عائلي، وعامل شخصية يا رب إن شاء الله تعجب الناس. أنا عامل شخصية رئيس محكمة، يا رب بإذن الله يعني نقدمها بشكل كويس. وهو عمل كبير جدا، عمل جماعي مهم قوي، يمكن في اكتر من 33 نجم في العمل. العمل ده تاليف الاستاذ محمد رجاء، واخراج الاستاذ تامر حمزه، وانتاج شركه فون مصر. يا رب ان شاء الله يعني هو يعني محتمل يعرض يعني في الايام اللي جايه ان شاء الله، يعني هيبقى قبل رمضان مش لرمضان. هو اتعرض عليا الفتره اللي فاتت حاجات كتير، بس في فيلمين تقريبا احتمال اعمل واحد. بتواصل يعني بتواصل عن طريق الانستجرام، على الفيسبوك، على تويتر، يعني بتابع وبرضه بقول رايي فيها. انا بحترم جدا 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 الام، بحترم الام المصريه كمان بالتحديد، لانها ام مضحيه طول الوقت.